قوي للنادي الاهلي قبل طبعا ما يحسم النادي الاهلي المباراه بنتيجه هدفين دون رد. معانا على التليفون كابتن هيثم جبريل المدير الفني لفريق الداخليه. بنمسي عليك يا كابتن، مساء الفل عليك ومنورنا على شاشه اون تايم سبورتس. ربنا يخليك يا كابتن مصر، اشكرك وانت عارف الواحد بيحبك قد ايه، وبرنامج ما شاء الله من احسن البرامج على مستوى مصر كله بيتابعها. بشكرك يا كابتن هيثم طبعا، ويعني اشاده اعتز بيها اكيد، لكن ايضا انت اديت مباراه جيده جدا الحقيقه امام النادي الاهلي، رغم ان انت كان عندك صعوبات كبيره، كنت بتتكلم في 18 لاعب ما كانوش موجودين، بتعتمد على قائمه اغلبها من الناشئين، فيعني المباراه طبعا بقى لها حوالي اسبوع، لكن ازاي انت قدرت تتعامل مع الظروف اللي كانت صعبه قبل هذه المباراه؟ والله اول حاجه هقولها، ما لا يشكر الله لا يشكر الناس. طبعا اللي هو عثمان الدسوقي مهما اتكلمت عليه، ده الجندي المجهول بتاع النادي، من تعب وشقه وتحضير للنادي كله مجهود جبار جدا. مجلس اداره عقيد علي الحسن المحترم جدا، واستاذ احمد الساعي طبعا المحترم جدا، واللي هو احمد بدور، الناس دي تعبت كتير عشان المكان دوت، وشقي كتير عشان المكان دوت. الماتش كان صعب جدا طبعا، انا قبلها بيومين كان مجلس اداره كلمني. طبعا 18 لعيب وكانوا هم القوام الاساسي بتاع الفريق، كان الموضوع صعب جدا، وطلعنا ناشئين اكتر من 10 12 ناشئ، بين نختار ده ونختار ده مع الجهاز الفني المحترم، لحد ما الحمد لله الامور يعني مع اللواء عثمان والجهاز الفني اخترنا اللعيبه المحترمه زي سمير فكري وطلعت وزيزو، الناس اللي اخلصوا الاخر دقيقه للنادي واجتهدوا في الماتش الاهلي. الماتش كان صعب جدا طبعا، انت بتلعب بطل افريقيا، بتلعب احسن نادي يعتبر في الوطن العربي دلوقتي في البطولات، فطبعا بالاستعدادات طبعا الحمد لله احنا كلمنا اللعيبه، ده كاس مصر، كاس مصر فيه مفاجآت، كان في حاجه الحمد لله احنا يعني كنا بنتميز بيها، ان طول عمرنا ندي للنادي الاهلي. الحمد لله متوشه النادي الاهلي على طول بكل الاجهزه الفنيه اللي مسكت عملت ما شاء الله نتائج كويسه قوي. حتى السنه دي احنا كنا كسبانين الاهلي 1-0، وكان مطلوب مننا عبد الرسول لعيب وهم تعادلوا معانا، وقبل كده احنا كسبنا الاهلي مرتين، كان في موسم رايح جاي يعني الحمد لله طول عمر النادي الاهلي الحمد لله. هو اصلا كمان حتى كابتن سبع حفيظ كان لم الماتش، وكابتن سامي وقالين من الماتش طبعا، وقالوا لنا يعني احنا بنسلم عليهم بالراحه علينا مش عارف ايه طبعا، كانوا حتى وانا والله وانا كنت بدي تعليمات للاعيبتي، لاحظت بعد الماتش لقيت في صور كده كان كورر بيبص علينا وبتاع، فطبعا كان في هزه شويه، والحمد لله احنا كنا قريبين ان احنا ممكن نتعادل. سمير فكري ضيع، قلم ضيع، في واحده الشناوي ببراعه شالها كانت غارت اتجاهها، كان خلاص كان الجول لينا، وبرده في الشوط الثاني وفي الاخر خالص كان في الوقت بدل الضايع الدقيقه الثانيه في واحده كده كان غلطه بس شويه كده، وقفشه راح جابها، والماتش الحمد لله تلعب بشكل كويس، الناس كانت مبسوطه. فطبعا اللي تعب معانا واللي شيء معانا واللي مجلس الاداره المحترم، الناس ما سابتناش في ظروف زي ديت، وانت عارف حضرتك ماتش الاهلي ماتش صعب جدا طبعا. كان في بعض ناس احنا هنخسر اربعه، لا انتوا هتخسروا خمسه، مفيش لعيبه مفيش لعيبه، الكل كان متوقع سكور للنادي الاهلي على غرار حتى اللي كان حصل لو تتذكر من كام سنه مع الاهلي امام الجونه، برضو كان عنده نفس الظروف تقريبا، وساعتها خسر الجونه. لا كانت نتيجه 13. كانت نتيجه كبيره طبعا. بالظبط. بص يعني انا طبعا والناس كلها اللي في النادي عارفين الكلام ده، اللي هو عثمان برضو ادانا قوه وادانا اصرار وما تخافوش، والله حتى انا كنت مستغرب من كلامه يقول لي هيثم انتوا هتكسبوا ما تقلقش، ما خليناش احنا والجهاز الفني ما خلناش نخاف، وبرضه خدنا تعليمات ببعض حاجات وبتاع، قوتنا عامل النفس مهم طبعا، عامل النفس طبعا مهم. طبعا طبعا، وبرضه العقيد علي الحسني والله كنا في المكتب عند اللواء عثمان قبلها بيوم، قال لي ان شاء الله خير وهنعمل ماتش كويس، واللي هو احمد بدور برضه نفس الكلام. كابتن هيثم المهمه يعني المهمه كانت صعبه جدا لنادي الداخليه طبعا في البقاء، بقى هتكلم دلوقتي عن الدوري، في البقاء في الدوري حتى الامطار الاخيره كان الداخليه هو الاقرب للهبوط. هي مفاجاه. لكن طبعا هي كانت ريمونتادا مستحقه الحقيقه لنادي الداخليه، لكن اعتقد ان اللي جاي هيكون اصعب. الداخليه دلوقتي مطالب ان هو يقدم ايضا اداء افضل في الموسم الجديد، ولكن طبعاً في المقابل رحل المدير الفني كابتن علاء عبد العال، وهو طبعا واحد معروف عنه ان هو دايما الهارموني ما بينه وما بين الداخليه، وكمان رحل عدد كبير من اللعيبه 18 لاعب، وسمعت كمان امبارح اعتقد ان سمير فكري ايضا رحل عن فريق الداخليه. صحيح. فازاي هيتعامل الداخليه استعدادا للموسم الجديد؟ اتفضل. بص اولا طبعا عشان ما ننساش طبعا الكابتن رضا شحاته اللي هو كان ماسك في اول موسم، راجل محترم والمدير الفني أكيد. اللي ما شاء الله طبعا احنا بنشده ان هو برده اسس بعض اللعيبه من الناس اللي بتلعب. الكابتن علاء عبد العال طبعا انت عارف ده تاريخ نادي الداخليه وحاجه كبيره جدا في النادي، وطول عمره بيجي بيبقى حاجه كويسه للنادي. طبعا انا بقول ان احنا عملنا انجاز انجاز للجهاز الفني والجهاز لمجلس الاداره اللي صمد لاخر دقيقه. طبعا احنا بالنسبه لماتش واسوان
كل الناس بص يعني من زمان قوي حضرتك عارف مفيش فرق كانت بتنافس على الهبوط بالشكل ده، 10 فرق كاملين، وحضرتك عارف امكانيات صح. الفرق اللي كانت بتهبط كان الشكل العام عامل ازاي، من أكيد سيراميكا والموضوع كان صعب، المقاولين اتحط في وقت من الاوقات، عندك النادي الاسماعيلي، عندك في انديه كتير قوي. يعني السنه اللي فاتت شوف كان ايه، والسنه دي كان المقاولين مره واحده لما كان بينافس على القاع، السنه اللي فاتت السنه دي المقاولين الكابتن شوقي غريب عامل ازاي في الجدول فوق مع الابطال فوق، فالسنه دي كمان في مجالات، السنه دي في ناس نزلت كتير خالص تحت، في اسوان والمحله والناس اللي نزلت، حرس الحدود اللي عمل متوشه بشرف مظبوط بشرف، انا يعني اكيد ده اكيد الحاجه طبعا. الوحيده اللي الواحد لازم يناشد بيها، ان حرس الحدود حتى لما جم لعبونا وكنا مستغربين ايه ده هم بيلعبوا لحد تاني، مره لما لقينا مره هو واحده ده ان هم الفير بلاي يا بيكسبوا، كابتن هيثم، هو ده الفير بلاي. ده طب حاجه دلوقتي انتوا اشكرهم هتستعدوا كلهم. ازاي للموسم الجديد بعد رحيل كل دول؟ هل انت حددت طلبات مثلا المراكز واللعيبه اللي انت محتاجها للموسم لا المقبل؟ بص والله هو لسه مجلس الاداره ما حددش مين المدير الفني، في ناس مرشحه كتير جدا، اللي هو عثمان السوي طبعا، ودي برضه انا من خلف الكواليس لازم اقولها، من الناس اللي مع المدير الفني، سواء اي مدير فني بيجي على السنوات الماضيه بيأسس فرق، مجلس اداره محترم جدا، بيعرف يجيب لعيبه، انت حضرتك عارف قبل كده حسام باولو كان موجود وكان هداف الدوري سنتين، صح. وحسام حسن سموحه وفريد شوقي ورجب بكار، طول عمر النادي الداخليه الحمد لله أسامي بفضل جيدة جدا ربنا، طبعا طبعا. بيبقى قلب امكانيات بسيطه جدا، بيعرف يعمل لاعب، وكان احمد تمساح كان بيلعب منتخب مصر سجيل ابو تريكا والمجموعه دي، فطول عمر النادي الداخليه الاداره بالذات بتعرف تجيب لعيبه بتصلحهم للنادي بامكانيات بسيطه جدا، والحمد لله بفضل ربنا. انا بتمنى ان انا طبعا ابقى موجود، ده شرف ليا، النادي الداخلي اصلا ده بيتي، انا لو بقى عثمان 27 اتكلم سنه في معاك ان النادي. انت تبقى في الجهاز الـ القادم يعني مثلا مع ايا كان والله بقى بص المدير الفني الموجود. كل حاجه متاحه طبعا، انا رب البيت موجود، اللي هو عثمان الدسوقي والعقيد علي حسني والاستاذ احمد خليل، هم بيعزوني جدا وبيحبوني جدا، وانا تحت امرهم في اي حاجه، سواء في الفريق الاول سواء في الناشئين، انا مش هتفرق معايا قد ما انا ابقى في نادي الداخليه واقدر اخدم النادي لكن الداخلي. حتى الان لم تحدد اي ملامح لخريطه استعداد الداخليه للموسم لا الجديد، لسه لا على صعيد الجهاز تقريبا الفني هو ولا اللعيبه. هيتم قريب ان شاء الله باذن الله، تمام. وكل حاجه هتبان قريب ان شاء الله، وانا بشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله، وسعيد ان انا مع حضرتك. بشكرك جدا كابتن هيثم جبريل، وبحييك مره تانية طبعا على الاداء الجيد اللي قدمته في مباراه النادي الاهلي. ربنا وطبعا يخليك يا رب، كابتن هيثم هو اشكرك مدير قطاع الناشئين في نادي الداخليه، فبشكرك شكرا جزيلا.